بالرغم مما شهده مستشفى جرش الحكومي من استحداث الأقسام الطبية التي تلبي احتياجات المواطنين، إلا أن تدفق المواطنين يعرقل مهام الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة. فأكثر من 600 مريض يراجعون العيادات فتتكدس سياراتهم عند مدخل قسم الطوارئ، بالإضافة إلى اصطفاف سيارات النقل العمومية التي تتسابق على نقل المرضى، فيحول ذلك دون وصول الحالة بشكل سريع في الوقت الذي تعد فيه السرعة أولوية حفاظا على حياة المرضى. وفي بعض الأحيان تنتظر سيارة الإسعاف في الشارع 15 دقيقة لتتمكن من الوصول إلى قسم الطوارئ. الأزمة المرورية المتكررة يومياً مشكلة دعا مدير مستشفى جرش إلى مخاطبة الجهات المعنية لضرورة الوقوف عليها وأخذ الإجراءات اللازمة لإبقاء المدخل خاصاً بسيارات الإسعاف أو تلك التي تنقل المرضى. ولتعزيز واقع الخدمات الصحية للمواطنين على اعتباره المستشفى الوحيد في المحافظة الذي تم استحداث أقسام طبية فيه كاختصاص أمراض وجراحة الجهاز الهضمي وجراحة الأعصاب وأمراض الكلى، الأمر الذي زاد من أعداد المراجعين الذين طالبوا بزيادة الكوادر الطبية لتسهيل تقديم الخدمة الصحية دون عناء. تتسبب الأزمة المرورية بمشكلات قد تودي بحياة بعض المواطنين، ما يستلزم العمل على حلها في أسرع وقت ممكن. عدنا من جديد إلى مستشفى جرش الحكومي لنجد أن واقع الحال لم يتغير كثيرا عن سابقه، فالمشكلة أمام المستشفى وعلى جنبات مداخلها قائمة، وداخل المستشفى ما يزال الاكتظاظ موجوداً رغم الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لوضع حلول سريعة لجميع هذه المشاكل. بعد تقرير تم عرضه على قناة المملكة فيما يتعلق بالأزمات المرورية أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جرش الحكومي، الأمر الذي يعيق وصول سيارات الإسعاف في الوقت المناسب للحالات الطارئة. في اليوم التالي جرى تشكيل لجنة فنية من قبل الجهات المعنية للوقوف على هذه الأزمة، إلا أنه ما زالت هذه المشكلة مستمرة تنتظر حلولاً جذرية. أما عن مراجعين مستشفى جرش الحكومي فهم يعانون من نقص في الأدوية ما يدفعهم لشراء أدويتهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى مشكلة تأخر المواعيد نتيجة نقص الكوادر الطبية مقارنة مع أعداد الحالات المرضية التي تراجع المستشفى. إذن 300 ألف مواطن في جرش ينتظرون حلولاً جذرية لتقديم خدمة طبية أفضل، وخاصة أن مستشفى جرش هو المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة. ساندرا قطمين، المملكة، محافظة جرش. وينضم إلينا في الاستديو مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان. أهلا بك دكتور. مساء الخير. وتابعنا التقرير، يعني مستشفى يخدم ما يقرب 300 ألف نسمة، كم هي عدد الكوادر العاملة في المستشفى وإلى أي حد يغطي الخدمات واحتياجات هؤلاء المواطنين؟ سيدي، مستشفى جرش الحكومي مستشفى رئيسي في المحافظة، يخدم عدد سكان 300 ألف نسمة. طبعا هو مستشفى الرئيس والوحيد في المحافظة، يقوم بتقديم خدمة في جميع التخصصات الطبية. أنه يوجد لدى مستشفى جرش الحكومي التخصصات الأساسية من أخصائي أمراض باطنية، أخصائي كلى، أخصائي أطفال، أخصائي جراحة، وأخصائي نسائية، وأخصائي طب شرعي، وأخصائي عظام، والآن فضل الحنجرة. يعني جميع التخصصات الأساسية متوفرة في مستشفى جرش الحكومي. الاكتظاظ بالفترة الأخيرة على المستشفى لأنه مستشفى تعليمي وتدريبي، واتفاقية مع جامعة اليرموك، وبالإضافة إلى اتفاقية مع جامعة جرش وجامعة فلديفيا، فكونه تدريبي وكونه تعليمي يكون فيه عليه اكتظاظ من مواطنين ومراجعين. نعم، يعني ربما يعني لا تكون المشكلة دائما في قلة الكوادر بقدر ما تكون أيضا بالخدمات المساندة. قد يذهب المريض ويجد طبيب الاختصاص لكن لا يجد الدواء، لا يجد مصف للمركبة التي يأتي فيها إلى المستشفى. نعم، احنا الان في الوقت الحالي الحمد لله رب العالمين كمستشفى جرش حكومي الان الخدمه الصحيه اللي بتقدمها بجميع التخصصات الاساسيه الموجوده لدينا. بس في بعض التخصصات فيها نقص بالتخصصات، زي اخصائي امراض الاعصاب، زي اخصائي امراض القلب والقصر القلبيه، يعني هاي موجوده نقص بالكوادر.
الآن الخدمة المساندة زي ما تفضلت هو مستشفى قديم بني بعام 1962، فذاك الوقت كان مستشفى الوحيد وطرفي في ذاك الوقت. فمع ازدياد الكثافة السكانية في الوقت الحالي ومع ازدياد التوسع في المستشفى كان في الآن أدى إلى اكتظاظ والازدحام على المداخل المستشفى الرئيسية ومداخل العيادات الرئيسية. نعم، كيف تتعاملون مع نقص الاختصاص وأيضا الخدمات في المستشفى؟ هل يتم التواصل مع وزارة الصحة بشكل مباشر لإيجاد حلول لهذه المشاكل؟ نعم، الآن احنا في عندنا نقص واضح بالتخصصات الفرعية زي أخصائي الكلى زي أخصائي القلب، كان في فترة والآن صار في انقطاع فيها. تم التواصل مع وزارة الصحة، مشكورين انه في تأمين بالكوادر او التخصصات الفرعية هاي اللي فيها نقص عندنا. بس احنا الآن يعني اذا كان في عندنا مراجعين ومرضى بيعانون من الامراض المزمنه زي هيك بيتم ادخالهم وتحويلهم الى المستشفيات الجامعيه القريبه، سواء كانت مستشفيات وزاره الصحه او مستشفيات التعليميه الجامعيه. ان شاء الله في يعني احنا انت عارف كان جائحه كورونا شوي وكان في عندنا شويه ازمه وكان في عندنا شويه نقص بالكوادر، بس الحمد لله ان شاء الله قريبا سوف يتم رفض المستشفى باخصائي قلب واخصائي كلى. ما مقدار الخلل في الخدمات الناتج عن هذا النقص في الكوادر؟ والله خلل واضح يعني بالتقديم الخدمة الصحية على المواطنين، بس أنا يعني أكون واضح وصريح، الخدمة الصحية الرعاية الصحية الأساسية موجودة موجود في مستشفى جرش حكومي. يعني أنت لما تحكي اليوم براجعنا بألف مواطن، ألف مريض بالعيادات الخارجية، وبراجعنا تقريبا 1200 بالإسعاف الطوارئ. يعني هاي الكوادر الطبية بتقوم بخدمة على أكمل وجه في الإسعاف الطوارئ. لربما يكون في نقص بالكوادر الطبية، نعم صحيح بيكون في نقص بالكوادر الطبية، نقص بالتخصصات الفرعية، وهاي حالة كحال باقي المستشفيات، باقي مستشفيات المملكه. يعني لما يكون في نقص اخصائي قلب، نقص اخصائي امراض قلب في 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 جرش وباقي المستشفيات التخصصيه، ولكن احنا يعني بيتم التواصل مع وزاره الصحه بتامين المريض وتحويله مباشره في حال كان استدعى وجود اخصائي امراض قلب. ما هي الخيارات البديله للمواطنين بدلا عن مستشفى جرش في حال عدم توفر الخدمه؟ البديل الآن في احنا عندنا مستشفى العسكري يبعد عن مستشفى جرش الحكومي 8 كيلو، وانت عارف موقع جغرافي لمستشفى جرش هي موقع جغرافي يعني حواليه جامعة علوم وتكنولوجيا، حواليه جامعة حواليه جامعة علوم وتكنولوجيا مستشفى هي العسكري، بالإضافة انه موقع جغرافي قريب على عمان وقريب على خدمات اخرى. ولكن احنا بدنا يعني نسعى ان شاء الله لتأمين جميع الاختصاصات في مستشفى جرش الحكومي، نسعى لبناء واستحداث وإنشاء مستشفى آخر لغايات تقديم خدمة أفضل على أكمل وجه في محافظة جرش. نعم، ماذا عن البيئة المحيطة في المستشفى؟ وهنا مشكلة الاصطفاف أمام المستشفى أيضا، والتي تحد من حركة سيارات الإسعاف أساسا وتقلل من يعني سرعة دخولها إلى المستشفى. صحيح، هاي مشكلة احنا بنواجهها يوميا نواجه المشكلة هاي. زي ما أنتم عارفين إنه زي ما حكيتك إنه مستشفى قديم تم بناؤه بعام 1962. أن ذاك الوقت كان مستشفى يعتبر طرفي، في الوقت الحالي صار في وسط المدينة، والمنطقة الجغرافية اللي احنا فيها الآن هاي صار فيها ازدياد بالكثافة السكانية حول المستشفى، ومع ازدياد بالتوسعة صار في ازدحام على المداخل. تم وضع خطة مرورية بالتنسيق مع فطوفة المحافظ وبالتنسيق مع إدارة السير واللجنة البلدية للحد من هذا الازدحام، حيث أنه صار في خطة أنه نجعل الشارع السايد واحد لغايه انه قدر الامكان نمنع السيارات للدخول على المصر. هل هذه الخطط المروريه كافيه لحل المشكله ام هي انيه باعتقادك؟ والله مش كافيه لانه يعني انت عارف هذا يومي على شكل متواصل خلال 24 ساعه، وبالاضافه كما مشكورين الاجهزه الامنيه، يعني تم رصد رقيب سير لغايه انه تحريم المخالفات، ولكن هذا ليس حل. ما هي الحلول الجذريه؟ الحلول انشاء مستشفى جرش آخر في مكان آخر بعيد عن المنطقة السكنية، لأنه الآن في موقع في الوقت الحالي عبارة عن موقع سكني وكثيفة بالمناطق السكنية يعني وسط البلد. هل من المنطق اليوم بسبب مشكلة اصطفاف أن نقوم بإنشاء مستشفى جديد؟ يعني ألا تفكر الوزارة مثلا باستملاك أراضي محيطة بالمستشفى لتوسعة هذه المواقف؟ احنا الآن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش تم استملاك أو خلينا نعطونا أرض بقرابة الأربع خمس دونمات لغاية الاصطفاف، ولكن عدم التزام
قدام مواطن بالاصطفاف بهذه الساحات بيعيق الحركة للمستشفى. هل هي بعيدة هذه الساحات عن مكان المستشفى؟ لا لا يعني قرابة ال 50 متر مباشرة، ولكن احنا للأسف انا يعني تسمح لي احكي انه اصحاب السيارات الخصوصية يقوم بنقل المرضى مقابل أجرة، فالازدحام على المدخل الطوارئ والازدحام على مدخل العيادات هو فعلا انه بعيق حركه المرضى والاسعاف. وتم وضع خطة زي ما حكينا خطه مروريه وبالتنسيق مع المحافظ والاجهزه الامنيه، ولكن للاسف يعني انه في بعض المواطنين غير ملتزمين او اصحاب التكاسي واصحاب البكمات قطاع اخر غير ملتزمين بالبيادات. نعم. اخيرا وبشكل سريع، مثلا ممكن ان يلبس المواطن تحسن في 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 هذه الخدمات المقدمه او يلمس حلول لهذه المشاكل التي يعاني منها؟ والله انا من فتره وجيزه حاولت قدر الامكان نعمل اكثر من حل بخصوص المدخل المخرج، والان تم وضع يعني مشكورين اجهزه امنيه سياره اداره السير ومع اخونا رقيب شرطي لغايه تحرير المخالفات ووضع وتعزيز المكان بالمتقاعدين العسكريين تنظيم السير، وان شاء الله نلتمس انه يكون في الوقت السابقه انه يكون في التزام. وعلم انه كمان بالاضافه انه تم وضع تشخيصات على المدخل والمخرج، ولكن يعني ليس لها حل جذري في الوقت الحالي. شكرا جزيلا لك مدير صحه جرش الدكتور محمد طحان، كنت معنا، اهلا وسهلا. شكرا.